بقدرة المنتخب الوطني والمدرب الوطني بالوصول إلى المركز الأول دائما وأبدا. هنا الآن نجوم كرة القدم الإماراتية يتقدمون من أجل التتويج، من أجل الميدالية دائما عن الذهب، دائما يبحثون عن الذهب. لما لا؟ ولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن راشد ذكر بأنه دائما يبحث عن المركز الأول، يقول بيني وبين الليالي عهد ما رده، بني أنا وشعبي نحب المركز الأول. هكذا إذا الإمارات اليوم في المركز الأول على مستوى مسابقة بطولة كأس الخليج. يوسف السركال رئيس الحالي للاتحاد الإماراتي لكرة القدم يقبل لاعبي المنتخب الإماراتي. عمر عبد الرحمن نجم البطولة باقتدار الرجل الذي قدم الكثير حقيقة، علي الصيف، حبيب الفردان، عامر عبد الرحمن، هند سالم، علي مبخول، عبد العزيز هيكل، أحمد خليل، خميس إسماعيل، عبد العزيز صنقور، عمر عبد الرحمن، محمد أحمد علي، وعلى دكة المدلاء خالد عيسى، داود سليمان، محمد فوزي، وليد عباس، حمدان الكمالي، إسماعيل مطر، أو هذا الرجل علي العامري أيضا، بالإضافة إلى اللاعب إسماعيل الحمادي وإسماعيل مطر، بوش صالح، عبد الله موسى، ماجد حسن الرجل الذي سجل هدف الانتصار في شباك البحرين، وسعيد الكثيري البديل في مباراة اليوم أيضا. كلها أسماء سطرت وبأحرف من ذهب للمنتخب الإماراتي إنجازه الثاني على مستوى مسابقة بطولة كأس الخليج. هنا الانتصار للمرة الثانية، المرة الأولى كانت أيضا بهدف إسماعيل على شباك الحارس الأفضل في خليج 19 علي الحبسي. اليوم إسماعيل آخر يظهر لكرة القدم الإماراتية وفي شباك الحارس الأفضل أيضا للمنتخب الإماراتي أو للمنتخب العراقي نور صبري. هنا نشاهد طارق نجم الذي سجل هدف في مرمى المنتخب البحريني، عامر عبد الرحمن، كل الأسماء، وهذا البش مهندس مهدي علي الرجل الذي استحق لقب بطولة كأس الخليج 21 وبكل اقتدار قدم الكثير والكثير. محمد عمر كان النجم الإماراتي الوحيد الذي توج بلقب مسابقة بطولة كأس الخليج أو الذي رفع بطولة كأس الخليج. البطولة السابقة رفعها نواف الخالتي، ما في بطولة خليج رفعها كابتن لمرتين، ما في بطولة رفعها كابتن لمرتين في عز ما تألق المنتخب الكويتي وبطولاته المتتالية. أول أربع بطولات بأربع كباتن بأربع أسماء مختلفة. اليوم الكابتن إسماعيل مطر هو من سيرفع بطولة كأس الخليج. الاستمرارية لأسماء الكباتن التاريخية التي رفعت البطولات من قبل، بطولة الماضي نواف الخالتي، اللي قبلها الإعمار محمد ربيع، اللي قبلها محمد عمر للمنتخب الإماراتي، قبل ذلك عامر الكعبي، قبل خميس العويران في خليج 12 أو عفوا في خليجي 15 سامي الجابر، 14 حمد الصالح، في خليجي 13 خالد الشليمي، قبل ذلك في 12 فؤاد أنور، 11 كابتن وقائد المنتخب القطري عادل مال الله، في 10 محبوب جمعة، في 9 عدنان درجال، في 8 فيصل الدخيل، في 7 حسين سعيد، والآن هنا نجم المنتخب الإماراتي يستعد لرفع بطولة كأس خليجي. إذن الإمارات وبطولة ثانية في التاريخ هنا عن طريق المدرب الوطني، قبله طه الطوخي أول مدرب عربي يفوز باللقب. مبروك للإمارات لقب بطولة كأس الخليج عن جدارة واستحقاق، ذهبت لمن يستحقها، ذهبت لمن يستاهلها، بطولة يستاهلها عيال زايد وقت الشدايد.
مبروك للإمارات على الإنجاز الكبير، هذا الجيل الكبير، هذا المنتخب الكبير، يحق للإماراتيين أن يفخروا بمنتخبهم، فهو يستحق ذلك. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، هنا الآن نقف في المحطة الأخيرة لبطولة الخليج 21، بدأنا في الخامس من هذا الشهر، ننتهي في الثامن عشر منه، على أمل أن نكون قد وصلنا حقيقة إلى مستوى طموح المشاهد العربي في كل مكان. كنا ونتمنى بأن نكون في الموعد بطولة أخرى تضاف إلى سجل قنوات الدوري والكاس، بطولة أخرى تضاف إلى البطولات الكبيرة، والموعد يتجدد دائما وأبدا معكم. هنا التقينا في بحرين الود، بحرين المحبة، منامة القلب الكبير، قلب الخليج في البحرين، احتضن أبناء الخليج وسط فرحة كبيرة، ويودع أبناء الخليج بفرحة كبيرة يستحقها المنتخب الإماراتي ونجوم الأبيض الإماراتي. كنا هنا نلتقي بحول الله ربما في البصرة بعد عامين من الآن إلى موعد جديد. أدام الله الحب على أبناء الخليج دائما وأبدا من خلال بطولة كأس الخليج. نعم نرددها وسنبقى نرددها وأوفياء لها، أن يحفظ الله خليجنا وأن يحفظ قادتنا وأولياء أمورنا. خليجنا واحد وشعبنا واحد. بهذه الكلمة نختتم على أمل اللقاء الكبير في مواعيد أخرى تجمعنا وإياكم. دمتم في حفظ الله ورعايته. تقبلوا تحياتي خليل البلوشي، علق ووصف على أحداث هذا اللقاء. شكر موصول للزميل عبد الله الحربي المتواجد ولاقى بالوصف والتعليق على المباراة النهائية. دمتم في حفظ الله ورعايته. إلى مجلس قناة الدوري والكاس مع خالد جاسم، أنا تجمعني بكم بطولات أخرى، مباريات أخرى، قادم المواعيد نلتقي من خلاله دائما وأبدا على شاشتكم، شاشة الدوري والكاس. إلى اللقاء.